مشاهدينا ولمتابعة تطورات المشهد الفلسطيني مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين والخطة التي طرحتها أمريكا ونشرتها صحيفة بوليتيكو الأمريكية لترتيبات ما بعد الحرب في غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي. مرحبا بكم معنا. شكرا على الاستضافة. أهلا بكم. وسينضم إلينا من الدوحة الأكاديمي المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد الجبار سعيد، وننتظر حضوره معنا في هذه التغطية. نبدأ مع الأستاذ فراس. أستاذ فراس، في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، كيف يمكن قراءة خريطة الاستهدافات التي تنفذها قوات الاحتلال التي تستهدف المدنيين والتي تدفعهم إلى اتجاه الجنوب؟ هل لا زالت فكرة التهجير قائمة حسب ما رصدته مراكز حقوقية لغاية هذه اللحظة؟ هذا صحيح 100%. كل الخطط الإسرائيلية الموجودة في أدراجها الآن موجودة على الطاولة الإسرائيلي، وهو ينفذ بها في قطاع غزة، من حيث مفهوم التهجير، من حيث مفهوم الانتقام والإبادة، ومن حيث إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة. لذلك ترى الجهد الكبير في ضرب المدنيين في شمال قطاع غزة لتطهيرها من السكان، لأنه يبحث في النهاية عن إقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة. وتراه أيضا في شرق خان يونس نفس الأسلوب يمارسه في شمال قطاع غزة. الآن الناس محصورة في شمال وشرق قطاع غزة في مدارس الأونروا، حيث النازحين موجودين هناك وتجمعاتهم محاصرين من قبل الجيش الإسرائيلي، وهناك اشتباكات متواصلة ومستمرة. والإسرائيلي رغم كل حديثه عن قطاع غزة إلا أنه لم يستطع لا دخول جباليا ولا شجاعية، وهناك معارك ضارية تجري في هاتين المنطقتين في شمال وشرق قطاع غزة، لدرجة أن هناك حديث أنه انسحب من 70% من تلك المنطقة. لكن كل المعطيات التي تحدث في قطاع غزة تتحدث عن مسألتين، تهجير وإبادة. هذا ما يجري الآن في داخل قطاع غزة. إضافة وعوضا عن التهجير والإبادة التي تتعرض لها مناطق واسعة في قطاع غزة، اليوم وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تقول أو تحذر من انتشار الأوبئة والأمراض جراء نقص المياه والغذاء وكذلك المنظفات لدى النازحين والفلسطينيين الذين يعني لا يملكون أيضا يعني أي وسيلة من وسائل مقاومة الحياة، حتى المنظفات لم تكن جاهزة، أدوات الصحية ليست جاهزة، وانتشار الأمراض ربما أيضا يهدد بموت أعداد كبيرة من الفلسطينيين. يعني هناك في قطاع غزة أسوأ كارثة تحدث حتى الآن في العالم، فهناك تجويع وهناك حصار في كل شيء يمنع عنهم، ليس فقط التنظيف، المياه، مياه مالحة التي يشربونها في قطاع غزة، مضخات النضح الصحي أيضا لا تعمل بسبب عدم وجود الوقود، مضخات المياه لا تعمل لأنه عدم وجود الوقود، وهذا أعلنت عنه بلدية غزة بهذا الخصوص. إذن إسرائيل تقوم ليس فقط بقتل الفلسطيني في قطاع غزة بشكل مباشر وتهجيره، وإنما أيضا بقتله صحيا وعبر انتشار للأوبئة في داخل قطاع غزة. وهذا يعني أكدت عليه الوزيرة مي كيلي، لأن ما يحدث في داخل القطاع هو عملية لإبادة شاملة في داخل القطاع من كافة النواحي، هي للحجر والبشر والشجر، هذه تسمى إبادة قطاع غزة وليس محاربة كما أسموه حركة حماس أو حكم حماس أو المقاومة الفلسطينية، فهذه ليست حرب، هذه عدوان ضد المدنيين سافل فيه كل عناصر الإجرام التي يتحدث عنها القانون الدولي والإنساني بشكل كامل. وللأسف الشديد لا يزال المجتمع الدولي لا يتحرك ساكنا في المواضيع الإنسانية بالحد الأدنى. يجب أن يدخل إلى قطاع غزة المواد الغذائية والدوائية والوقود بشكل عاجل، وإلا نحن أمام فعلا كارثة حقيقية ستحل بكل سكان قطاع غزة.
نعم، خريطة الاستهداف التي تدفع المواطنين والفلسطينيين نحو الجنوب ربما تدحضها العمليات، عمليات المقاومة التي تجري في الشمال. اليوم جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بمناطق شمال قطاع غزة. هذا الاعتراف ألا يكشف كذبة رواية جيش الاحتلال بأنه فرغ مناطق شمال القطاع من المقاومة؟ لا، لم يفرغ هو ولم يسيطر بشكل كامل على الكثير من المواقع في قطاع غزة. هو يتحدث أحيانا عن سيطرة نارية، أحيانا يدخل ككوماندو ويخرج من هذه المناطق نتيجة الاشتباكات ونتيجة وقوع خسائر فيه، ولكن الشيء المميز الوحيد أنه يقصف المدنيين ويقتل المدنيين أكثر من أي شيء آخر. لذلك هو يحاول أن يظهر باتجاه بأنه يسيطر، ولكن على أرض الواقع وفي الميدان لا يسيطر. اليوم إحدى المحتجزات التي خرجت من السجن من الأسر في قطاع غزة وفي اجتماعها مع مجلس الحرب قالت: أنتم تقصفون في على الأرض والحمساويون ينامون بارتياح ولا يشعرون حتى بقصفكم. نعم. الذي تقصفونه ونحن كنا نشعر به. يعني هذا يؤكد على أن المقاومة الفلسطينية لا زالت موجودة وتقاوم وتواجه الجيش الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي كما يبدو يريد أن يهجر إلى الجنوب ومن ثم تهجيرهم إلى الحدود المصرية الفلسطينية لإخراجهم من كل قطاع غزة. هذا ما يحاول الجيش الإسرائيلي أن يفعل الآن في قطاع غزة. على الرغم من ذلك رفضت سكان الشمال قطاع غزة، نحن نتحدث عن أكثر من 200,000 مواطن موجودين في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، هناك حديث أنه أكثر من ذلك. نعم. يعني البعض يتحدث عن 600,000، ولكن واقعيا هناك 200,000 موجودين في المدارس نازحين ويرفضون الخروج من منطقة شمال قطاع غزة وشرق قطاع غزة. نعم. ومدينة غزة. طيب، نرحب بضيفنا الدكتور عبد الجبار سعيد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني من الدوحة. السلام عليكم دكتور. دكتور عبد الجبار، هل تسمعنا؟ الصوت ضعيف والله يا أخي. تسمعني الآن جيدا؟ لا أسمع جيدا. طيب، نحاول تصليح الصوت ونحيل السؤال إلى الأستاذ فراس. أستاذ فراس، بدأت أمريكا أيضا تتحدث عن ترتيب الأوضاع في قطاع غزة إلى ما بعد الحرب، وهي الخطة التي عكفت عليها خارجيته ومخابراتها. بداية، كيف يمكن فهم هذا التضارب ربما في موقف واشنطن من ناحية تتحدث عن مفاوضات لإخراج التفاوض على إخراج ويعني المحتجزين، من ناحية أخرى تتحدث عن ترتيبات ما بعد الحرب؟ كيف يمكن فهم موقف أمريكا تجاه العدوان الحاصل على غزة؟ يعني المشكلة الإسرائيلية منذ بداية المعارك والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يوجد لدى الجانب الإسرائيلي ما يسمى ماذا بعد اليوم التالي للحرب، وبالتالي لا توجد خطة إسرائيلية بهذا الخصوص، وهذا ما تم سؤاله من قبل الأمريكان للإسرائيليين منذ بداية الحرب وحتى الآن. لذلك بدأت مراكز الأبحاث الأمريكية وحتى الإسرائيلية تتحدث ماذا يمكن أن نفعل، وبدأت تجارب وبدأت بالونات تظهر وتصريحات إعلامية من هنا وهناك، ونسمع ردود الأفعال وكأن النقاش ما بين إسرائيل الصهيونية وإسرائيل الأمريكية، ما بين أمريكا وما بين إسرائيل. ولا يوجد للشعب الفلسطيني دور في هذه المسألة ليقرر. من سيقرر ما هو اليوم التالي هو الشعب الفلسطيني. الآن الولايات المتحدة تطرح مفهوم القوات الدولية وتطرح مفهوم تجدد السلطة وتطرح مفهوم إعادة ترتيب الوضع الأمني في داخل الضفة الغربية ومن ثم تشكيل جهاز أمني في قطاع غزة، ولكن من سيحدد طبيعة ما هو اليوم التالي؟ مسألتين: هو الميدان ونتائج الميدان والشعب الفلسطيني، لا أمريكا ولا إسرائيل بهذا الخصوص. اليوم نتنياهو في مؤتمره الصحفي قبل نصف ساعة رفض فكرة القوات الدولية، وتحدث نتنياهو عن المنطقة العازلة وعن المقاربات الأمنية وأنه لن يسمح لأي كان أن يستلم الأمن في قطاع غزة إلا للجيش الإسرائيلي، وذكر تجربة جنوب لبنان والقوات الدولية بهذا الخصوص. إذن هو نقاش ما بين إسرائيل، أنا أسميها بين إسرائيل الأمريكية وإسرائيل الصهيونية. نعم. وليس
نقاش في ما حقيقي لما هو اليوم التالي بعد الحرب. نهوم برنيع في يدعوت أحرنوت قال إذا لم يكن هناك خطة لليوم التالي فإن ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى انتقام ولن تحقق انتصار إسرائيل في بما يحدث في قطاع غزة إذا لم يكن لديها خطة بهذا الخصوص. لا. الخطة الحقيقية هي بالذهاب إلى دولتين وإلى مؤتمر دولي وإلى سلطة فلسطينية واحدة للضفة والقطاع كحكومة مؤقتة تحضر الانتخابات تشارك فيها كافة شرائع الفلسطينية الإسلامية والوطنية لأن حماس جزءا فاعلا وأساسيا من الشعب الفلسطيني. طيب نرحب بضيفنا الدكتور عبد الجبار سعيد. دكتور عبد الجبار هل تسمعنا؟ نعم معكم يا أخي. أهلا بكم. يعني نتحدث عن ترتيبات أمريكا في المنطقة ومحاولة طرح بعض الطروحات لوضع غزة ما بعد الحرب، كذلك هناك مضاربات كثيرة بهذه الطروحات. هل أمريكا تسعى الآن إلى عرقنة بين قوسين المقاومة بمعنى تدمير البنية التحتية للمقاومة من أجل التمهيد لغزة جديدة بلا مقاومة مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. بداية الشكر لكم على المتابعة والاهتمام وعلى هذه الفرصة، ومن خلالكم التحية لمجاهدينا وشعبنا وأبطالنا، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا بالنصر والتحرير. أمريكا أخي الكريم بلا شك هي تحلم بهذا وتسعى له، وخلاصة جهدها هو في هذا الاتجاه. نعم، لكن هل يمكن أن يتحقق لهم ما يريدون وما يحلمون به؟ إذا كانوا يظنون هذا فهم مخطئون. تجربة أمريكا في أفغانستان لا تزال حاضرة. حماس لديها من الإيمان بقضيتها وحقيتها في فلسطين واستنادها إلى إيمانها وعزيمتها وعزيمة شعبها ما لا يقل شأنا عما لدى إخواننا في أفغانستان وفي غيرها. نعم. وبالتالي هذا حلم أقرب ما يكون إلى السراب، تحلم به أمريكا وتحلم به ربيبتها الصهيونية إسرائيل ويسعون له أو هكذا يعتقدون. لكن لك أن تتخيل يعني بعد قرابة 60 يوم من الحرب تقريبا لم يحققوا 10 معشار ما أعلنوه من الأهداف، ويعني يحلمون مثل هذه الأحلام التي هي أكبر منهم بكثير في الحقيقة. نعم. ولا يمكن أن تتحقق بإذن الله عز وجل، فليحلموا كما يشاءون والواقع نصنعه نحن كما يريد ربنا وكما يريد أبطالنا وشعبنا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب هنا دكتور أيضا في ظل الحديث عن وزير دفاع الاحتلال عن الحاجة لمدة أطول من أجل تحقيق الأهداف، في ظل الخسائر التي تعلنها يوميا المقاومة الفلسطينية، هل يتحمل جيش الاحتلال هذه الخسائر مع إطالة أمد الحرب؟ علمنا بهذا الجيش الخائب أنه لا يتحمل هذا ولا أقل منه في الحقيقة. وإذا تأملنا سير المعركة منذ بداية طوفان الأقصى سنجد أن الذي يثبت هذا الجيش الخائب سيدته في أمريكا وقوى الطغيان العالمي والاستكبار العالمي الغربي التي أعلنت عن مشاركتها المباشرة في الحرب في الحقيقة، وإن سموا ذلك بأسماء بدت دبلوماسية أحيانا. لكن ماذا يعني أن يوجد في الميدان ضباط أمريكيين وأمريكيون وبريطانيون وألمان وجنسيات مختلفة؟ ماذا يعني أن تعلن أمريكا أنها لا تريد وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا؟ ماذا يعني أن تعلن أمريكا تزويد الكيان الصهيوني بالقنابل بآلاف الأرطال من الأوزان وبقنابل إجرامية يظنون أنها تخترق الحصون
وكل هذا من مشاركاتهم، وآخرها إعلان بريطانيا المجرمة مساهمة طيرانها في الأعمال التجسسية ضمن محاولاتهم لكشف أماكن وجود رهائنهم وما شابه ذلك. هم منخرطون في المعركة تماما، ولذلك هم الذين يساهمون في تثبيت هذا الكيان. لو بقي الأمر على الكيان الصهيوني وحده في الحقيقة لم استمر لا هذا الوقت ولا أقل منه، ونحن ندرك أنه لا يستطيع أن يستمر هذا، ومع ذلك مقاومتنا ومجاهدون أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم مهما طال أمد الحرب فهم لهذا العدو بالمرصاد، ولن ترعبنا لا تهديداتهم ولا تخويفاتهم بطول أمد الحرب أبدا على الإطلاق. طيب أيضا دكتور، كيف تنعكس الخسائر المعلن عنها فقط على الشارع في الكيان المحتل وعلى عائلة المحتجزين لدى المقاومة، ومن ثم على نتنياهو وحكومته؟ يعني اليوم فقط تم الإعلان عن 28 آلية تم تدميرها للاحتلال. يعني أنت تستطيع أن تجد الرسالة واضحة على وجه نتنياهو وغانتس وجالانت في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وكل يوم. هؤلاء لا يجدون إلا الخيبة ويغطون أنفسهم بالكذب على مجتمعهم وعلى مواطنيهم بين قوسين كما يزعمون. يزعمون انتصارات وهمية ويلقون التهم جزافا على المقاومة، ويكذبون حتى أنهم يصدقون ما يكذبونه أحيانا. اكذب ثم اكذب ثم اكذب ثم بعد ذلك صدق ما تكذب. هذا في الحقيقة هم يعرفون مدى الضغط الذي يتعرضون له من مواطنيهم، والغالبية من أهالي الأسرى عندنا مخطوفين يطالبون بوقف الحرب والتفاوض لتحصيل أهلهم وذويهم وضمن صفقات تبادل كما ثبت. وهم يعرفون أن نتنياهو وفريقه يناورون ويضحون بعائلاتهم وأبنائهم من أجل استمرارهم في الحكم، لأنهم يدركون أن وقف الحرب يعني سقوطهم في اليوم التالي وذهاب نتنياهو إلى السجن ومحاكمته. وبالتالي هم يحاولون التضليل أخي الكريم لمواطنيهم والضحك عليهم، لكنها أقصد أخبار الخسائر والقتل الذي يقع في جنودهم وهي أكبر بكثير مما يعلنونهم بلا شك تصيبهم بنكسات وتصيبهم بضربات قاتلة في العمق الاجتماعي الحقيقة وفي الفكر السياسي الصهيوني والبعد الإعلامي، وبإذن الله تبارك وتعالى سيسمعون المزيد. يعني نعم، بهذه المعطيات أستاذ فراس، يعني هل بدأ للحلفاء الغربيين أن الاحتلال لن يستطيع إنجاز أهدافه المتمثلة بالقضاء على حماس وإطلاق الأسرى، ثم بدأوا بالتراجع خطوة نحو الخلف في دعم الاحتلال؟ أولا وزير الدفاع الأمريكي تحدث، قال لن نسمح لحماس بالانتصار على إسرائيل، ويجب على إسرائيل أن تنتصر في معركتها، لذلك لازلنا نسمع الدعم لإسرائيل ونسمع حتى التدخل ودخول الطائرات البريطانية للتجسس. هذا يدلل على الدعم المستمر لإسرائيل بهذا الموضوع. ولكن المؤسسة الأمنية الأمريكية تحدثت مع المستوى السياسي الأمريكي وقالت أن الأهداف الإسرائيلية المطروحة غير واقعية ولا يمكن لإسرائيل أن تحققها، لذلك الضغط الذي سيحدث على إسرائيل في الميدان عبر صمود المقاومة وعبر استبسال المقاومة واستمرارها في المواجهة، مما يؤدي على المدى المتوسط وليس المدى القريب للخسائر البشرية والاقتصادية، سوف تبدأ عملية النزول عن الشجرة، وسوف تطلب إسرائيل من أمريكا أن تضغط عليها من أجل البحث عن حلول. حتى حديثهم عن لقاء أهالي المحتجزين هو من باب المفاوضات العلنية مع المقاومة، عندما نتنياهو تحدث أنه لا يمكن الحديث الآن عن عودة كل المختطفين، وحدثت خلافات ومسبات في داخل الاجتماع بين مجلس الحرب وبين أسرى المحتجزين في داخل قطاع غزة. ولكن أنا شخصيا أعتقد هذا من باب الضغط على المقاومة ومن باب المفاوضات التي حتى الآن أيضا تجري بالنار في داخل قطاع غزة. لذلك إسرائيل ما دامت
تتلقى الضوء الأخضر الأمريكي من بايدن ومن الغرب، فهي مستمرة في معركتها إلا على المدى المتوسط عندما تتعرض لخسائر بشرية واقتصادية أكثر مما تتعرض له الآن. المهم أن يعي الكل فلسطينيا وغير فلسطينيا أن الذين استشهدوا وجرحوا ودمروا في قطاع غزة واستشهدوا في الضفة الغربية هم أصحاب القرار في تحديد من سيقودهم وكيفية قيادتهم، وليست نعم. أمريكا ولا غير أمريكا. نعم، من القدس المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي، شكرا لكم. ومن الدوحة الأكاديمي المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد الجبار سعيد، شكرا جزيلا على حضوركما معنا.